بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الأبناء آيات سديدة هي سديدات وطورة على عمران كاملة. إلهي سبحانه وتعالى هو نغفر ورمي عشر كان آيه جنبيه وها الله ويري سبحانه وتعالى عيد ومارك يلقى ورهم آيه تاوري أصوش يقني دات خدامي أيهو مدينة جوغة قال لي كفارتا يلو مكجو سنها ليلي أي الله ويري سبحانه وتعالى وفك الضلب أيود إلهي دين إسلام كالدين عن هين دين مكره ليه فلن يقبل منه لقى أقبل ما يود إلهي وهو روحا سنة في الآخرة آخرة نحيذا من الخاسرين هو خساري أيو كميديها لمسيره للنار المؤبدة عليه فحايا للنار أولي سوف جرها أيو هانيا مردي وحوية قال لما أو مارت يقول انتو سنصون غنين ولدي مركز وحوية كفر السيء أيا مركز وحوية لإستبعاد سنية وإلهي وحوليهي كيف سيديبو يهدي الله ألا أوهنونين أيا قوماً قوم كاسوه كفروك في يوم إلهي بعد إيمانهم إيمان كودة بعد غير إيمان كودة بعد يسكو فريه وهو شهدوه كمرخاتك علي أن الرسول رسولك محمد عليه الصلاة والسلام حق حق إنه يهي وجاءهم البينات على عبدنا يوي مالين وحجوين ظاهرا بنقل هنتي ذات السنة يوي مالين والله ألا لا يهديها نونين ما يألقون مقوم كالظالمين أو ظالمين تهايون إلهي ولدي سلاسوا كفريين أي إلهي وحوليها كيف سلابوا يهدي الله ألا أوها نونيا وهوي استفامتان استفام الإنكار بمعنى نفيه نقول إسهالي وهكذا لي استفام ومركة للاستبعاد هي نقول إسهال ومعنى هنون كود واسين مستبعد أولا بعيسى العيال الليها إذا أوي مارس يا عارف كبوصيري وإذا البينات لم تغن شيئا فيلتماس الهدى به معنا ويوله أيضها أبعد أيضها أبعدوا إلهي أسودتي قفك وحاوية وحبائي كتري وآيان وحبائي فائدي وآيان هلون لقرها دي وحاوية دباسا يا الله على كل مياه مارك إلهي ذولي سيألا أوهل من إياه وان كفريوض إلهي بعد إيمانهم إيمان كودي بعد إيسا كفريي وهو الشهدو كما رخاتك عود إلهي أن الرسول رسولك حق من حق إنويه وجاءهم بوضها إن الله حالي عيا قد حرف تغيير لسوء قد دريا والحال قد حقيقها جاءهم البينات أيضا عبعدنا إنوي مادين الحجة الظاهرات وهي على صدق النبي حجوين أو ظاهرة أو نبي عليه السلام رجيسة صارينا إنوي مادين والله الله إلهي لا يهديها نونين مايو القوم قوم كأله نونين ما يأظالمين أو ظالمين تهاي قلوين كظالمين تهاي كفارتا إلهي سبحانه وتعالى هنونين ما يوضى إلهي أولئك هو قول إلهي هدها إلهي مرخو كورا مسيديين ما هل قولها إلهي كورا ميا أولئك هو قول إلهي سبحانه وتعالى جزاؤهم جزهو قول إلهي أن عليهم كرخوض إلي عاتوي لعنة الله إلهي لعنة جيسة نحريس تألقوا لقفوا قادوا إيه والملائكة ملائكة لعنة جادة إيه والناس ذاتك لعنة جيسة أجمعين دمانا وضي إلهي قوة جزهود وحاوية وضي إلهي أن عليهم كرخوض إلي هانيسو لعنة الله إلهي لعنة جيسة نحريس تألقوا لقفوا قادوا إيه والملائكة ولعنة الملائكة ملائكة لعنة جادة إيه والناس ولعنة الناس ذاتك لعنة جادة ومؤمنين تأجمعين دمان انت صودن ايا لعنديسا الهي با لعنديا سبحانه وتعالى ما ايت ايا لعنديسا ددك مؤمنين تا ايا لعنداي خالي دين حالي ان كو كوار او الهي فيها لعنتا اما سو حوي نارت او وحوي ما رت هي المدلول بها عليها والكوت صارين عليه معايا لعنداتو وحوي سبب وحي اي نكونيسا نار او قف الهي سبحانه وتعالى او لعنده وحوي نار ايو جليا خالدين حاليين كوكو عليا فيها لعنة كوكو عليا فرقاد لعنة دي فعل سوي
ومن لوازمها وهي مركاسي لعمد اللوازمتين وحا كمل وحا كلازمها الخلوص في نار وهي أبس وحا وهي المدلول كالو لجهدا وحايا للعمد وحايا خطوصنا إيسا نار فيبا خطوصنا إيسا ونار كانت اللمير كوالي في عريكنا لا يخففوا لغفوا ضيما يوضا إلهي عنهم إيقا حقوضا العذاب عذابك لغفوا ضيما يو عذابك او ناسا دي أي قلان طرفة عين هي وحكي لغفوا ضيما يوضا إلهي لا يخففوا لغفوا ضيما يو عنهم إيقا حقوضا العذاب عذابك يوضا إلهي ولا هم منع هانا يان ينذرونك واللو كرسو او توبئي معذرة لغا أكبر ما يمالنت قيامه ولا هم منع هانا ينبو إلهي سبحانه وتعالى ينظرونك والأخر كما هانا ينبو الإلهي سيد مرشي وحوية قلدات إلهي مرخو صلاشي بيئو خصو ورمي وعاد مرخى إلهي كان يوشي بيئا قلدي سيدة سميسي أدي الله أطوان نقضان وحوية طوبة إلي مادان إي عمل صالحا إلهي سبحانه وتعالى غفور رحيم نويا معايا لا آيديه ورسو نزول كود عام قطوة مرمي لبي يصلان كن نؤره جابي من كمله وحاوية إنه صلى الله عليه وقال به جرى حالة إن سوي مركة هذه وحاوية قفو إلهي أصوى نغضه وكفرك أو كفر نغضه يا معاصدة ألا إنه غفور رحيم هاي هو إلهي نحريس بليه يا إلهي ألتان فشيك يا مركة إلهي يدور سبحانه وتعالى إلا لكن أيوب إلهي الذين قوة صابوا نغضي من بعد ذلك كون إلهي كفرك أسبع جيسا وأصلحوها جاجي عمل قوضة فإن الله ألا غفور عليه دافع ورحيم ومحيصني مركا آيادان وحاوية ننكا الصوى النغضي إيه وإنكا الصوى وحاوية إلهي سبحانه وتعالى أصوى النغضة هو آيادو الدنبابي جنبي قولك الصوى النغضة إياه الولجي له مركا وحاوية حالت إن سويدك ليلة مركي أوه دابي ومكا أوتغي وقاردي مكا جوت أوتغي الله آياه وحول الضوانا ليلة هنون مركا سا وحاوية هو للكيسة ayaa maaratay oo madiina joogay ayaa u tagay baaleeri oo muslim ahay markaas waxa uu dhahay ee maaratay rasuulka kaleey sadu salaam waxa uu leeyahay hadii waxa wayni habow ha tooba keento ilaahay subhanahu wa ta'ala toobada waa ka aqbalaya asaguna wuxuu weydiyay ee rasuulka kaleey sadu salaam ayuu wuxuu weydiyay markaas waxa uu dhahay إني إذا تبت عيوني هل أقبل وهذا يهدي أنه أن توبك أنا ما الله أقبل يا قلت وحالي منك والكيسة يواسك ونغري مركوي روارة أدي أنا أن توبك أنا إن توبك أنا رباه ما الله أقبل يا منك واسك الله مركا سنوي عليه الصلاة والسلام الشهداء لي آيات دانا سود التالي مركا سوحاوي marka ayaa markaasi waxa weeye ayaa loo wusi tagay waa loo sheegay markaas ayuu soo baxay baaleeyay isagoo daay ah ayuu maaratay yimiday oo islaamkiisu la wanaagsanaada leeyay meesha markaa waxaa lagu gudagelayaa kufaarta in loo qaybiyo saddex qaybood qayb ayaa samida waxa weeye oo kufriyay oo aan soo noqonin ayaa la sheegayaa qayb kufaarta samida oo kufriyay kabacdina islaamka uu soo noqday daahirka kariya oo qalbiga ka rumayna waa la sheegaya waa munaafiqiinte qayb waxa weeye kufriyey kabacdina islaamay daahiran wa baadinan sida ninkaana leeyahay xaras inu suweyne ayagana waa la sheegaya marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ilaa laakiina alladiina kuwa taabuu noqday min bacdi dalika kufrigaas bacdigiisa waaslaxuu hagaajiye camalkooda fain allaha alla kafuurun allihu dhaafaya way raxiima u naxariisanaya إن الذين قوة كفروا كفروا لإلهي أيضا أيضا أحب سوى دكتالي يهود أو نبي الله عيسى كفريه إن الذين قوة كفروا كفروا لإلهي بعد إيمانهم إيمان كودا بعد إيسوا لإلهي إن الذين كفروا بعيسى ويمرك إلى سوى نسولك يهود أيها هاي إن الذين قوة كفروا كفروا أو نبي عيسى كفروا لإلهي بعد إيمانهم هم انتظروا بعد إيسوا أو نبي الله موسى رميان ثم بعد إذا إزدادوا الزيادة كفرا قال لما الزيادة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو كفري لم تقبل الأقبال ما يقول إلهي توبة توبة ذا الأقبال ما يقول لم تقبل توبة توبة ذا الأقبال ما يقول وإذا غرقلوا ومركلة يريو وحالة الغرقراء قالان
قال لما أي كل إنسان وي أيام توبة لك أقبلين وأولئك هو صوت إلهي هم الله اللون وقوى اللمي أيود إلهي حقك اللمي وأولئك هو صوت إلهي هم الله اللون وقوى اللمي باديوري إن الذين قوى أيود هزين إلهي كفروك فيه وقيمت تدحاز وهو ما صوت إنت والحال ما يظن قطار كارئيهين فلن يقبل لك أقبل ما يمين أحدهم متكوضة إلهي من الأرض أهل المجيدة ذهبا من ذهب ذهب هو إلهي ولو ابتداها رئيس كفر طول إلهي به ذهب كاس رئيس كفر طول إلهي إن الذين قوى كفروا كفروا إلهي وهو ما طول انت والحال هم أيضا كفار قارئهين ويكفري كفر يقول انت فلن يقبل الله أقبل ما يمين أحدهم متكوضوا إلهي من الأرض أهل المجيرة وهوي مقدار ما يملوها هوي ذهبا ذهب هو إلهي ولو ابتدا هو اسكفر طول إلهي بيك هو اسكفر لقى أخبار ما هو إلهي ولو ابتدا بيه هو إلهي هل ما عرفت يا اسكفر تانو ذهب كاسبه اسكفر تانو ما لقى أخبار هو إلهي سبحانه وتعالى ورأيك هو صوت إلهي لهم حاوته ناري هو وحوي قال لماذا كل إنسي وحاوته ناري هو إلهي عذاب 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 كاسو أليم وليم روحان وشيه أيا أصوك ناري وعذاب النار أيا أصوك ناري وما الله ما أصونا نبو إلهي من ناصرينك وقرقال أمصونا نبو عذابك إلهي كمن عنايا وما الله ما أصونا نبو إلهي من ناصرينك وقرقال وعذابك الله كمن عنايا أمصونا نبو إلهي سيدا مركا يقول تغانوا أولا ماسي مركا وحاوية سد حدقها يوالوين وكتوب عنه إلهي يقول سبحانه وتعالى لن تنالو قاري ميسان البر برق أيود إلهي حتى تنفقوا إنك أتكب حنيسان مما في تحبون أجعشين أدو حكب حنيسين وما تنفقوا وحاد حسان ومن شيء شيء هو إلهي فإن الله الذي كاس عليم عليك علم لوي قفكوا بحيانا الله سبحانه وتعالى وكجا زنيا آيادا نبدا إلهي سبحانه وتعالى وهو هو رميا برق أيوه ورميا أو إلهي سبحانه وتعالى مركوص وشيغي فدقال كافر كون إيسان أنفعيني ووحب إيسان أتريني آخر وحب إيسان كهليني أيا إلهي ونوه شيغا يا ميسان فدقال مسلمك إيا داعات كيسة دمعان تالا وحوية إني أنفع آيا مسلمك وحوية صدقال أولا بحاي إيا داعات أو سمين آيا دمعان صوت إنت سؤال السود ربا وحوية إني أنفع آيا أو إلهي سبحانه وتعالى وكسا وابن أيو أيا إلهي نوغا وهم أيا هذا هو حوية صدقه وحيابه أمسي مهيمة والله إسكسه واغنى يهدي الله بحيه ومركز له بهاية إن الله بحيه أي إلهي نوغوه همي إلهي يقول سبحانه وتعالى لن تنالو قاري ميسان أو إلهي البر سمطل قاري ميسان بره وحال إله ده اسم جامع لكل خير إله ومقع كل من آية خير دمان في سأيال إله معناه سووا في سيال لغوضة أول جناه ما قاري ميسان أو إلهي مرك هذا البر والسلاس وي اسم جامع لكل خير عيال إله حتى تنفقوا انت تكبحين ايسان الإلهي او اتكبت الضقين ايسان مما في عيود الإلهي تحبون اجعشين وها اجعشين ومالكين الى اتكبحين ايسان بر مجال ايسان بول الإلهي سبحانه وتعالى معايا الى بر كامل كيسة وحاله قاري سنة وحال لها يستقول جعليه ان ربحيه او نفت للدك على موح لا يسكت وقاله وما تنفقوا وحاد حسان أو الإلهي أو من شيء سيئة هوي رادوه وما تنفقوا وحاد حسان أو الإلهي أو من شيء سيئة فإن الله قال به كاس عليم عليك علم لوي وحاد حسان إلهي سبحانه وتعالى عالم أيوكيه مالك وحي الله بحيه ومالا أمس مالك حتى غير في نفس إيه جاه الله تركوضه وحيابه الله بحنايه أو وحلقه لا يكمده أو بفق نفسيسة أدو جهاز جيسة لله وكبحيه أما سوى حوية جاهيسة عد أو وحقه وطره وحين قنا يساوحا ليسك سوابنا يوبره قاوي شيخ صلى بحيان إلهي سبحانه وتعالى الله عالم أيو كيه لإلهي سبحانه وتعالى مركا دي الله عالم أو كيه ما الله يعايو ما رسيا جزيس إلهي شيخ الله يعماي معين إلهي عالم أيو كيه كل دعام دعام كل يسون إلهي كان وضوها لدعام كاسو حلا مد حلالوها لبني إسرائيل الهير بنو إسرائيل أو إلهي إلا ما كيمو يان حرم أو حرمي
إسرائيل نبي يعقوب على نفسي نبي سأكحر من قوية من قبل أن تنزل التوراة توراة إنت أن لسودة جنكها هودة إلهي قلوها أسرى هودة إلهي فأتوا لك علي يهودي بالتوراة التوراة لك علي فضلها أخي إن كنتم أدادها هاتين صادقين أخوهم شيئا آيادا إنت أنا معنى هيد أقرين وحيث ونزوه كيد وحيب عليه يهودا وحي إلادين ونبي عليه الصلاة والسلام يقولهن إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم محمد وحا شيخان عيسى إن هذا هيستطه من الذي دينت نبي الله إبراهيم وكان الله يأكل لحوم الإبل وألبانها وحي إلادين نبي إبراهيم وهو يجيره بكي سمعون جرن حانيه سنمع علي جرن إلادين هذا الله ذا سي إلادين مركا سا إلهي سبحانه وتعالى وكل الدين ياوي مركا هذا وحي شيختين يهودو وحيابها نبدأ الله سواء شيئا نبي الله إبراهيم وليس حرام هايين لا سيكتب وي مركا وحي إليه هداد من الذي سأل هيسته ووحا وي أذكر صوته وحيابها واد اسكحرم الهات لأن نبي الله إبراهيم وليس حرام هايين مركا تا إلهي كله دي إلي كاذبين أيين بأي شيئا مركا صوت إلهي كل دعام دعام كل جي صوت إلهي كان وحوا هذا دعام كاسو حلا حلال أيوه هاي لبني إسرائيل غير بنو إسرائيل الإلهي فعند من جيس وهوية غير بنو إسرائيل حرام أيها إلا ما في مويان حرم أو حرمي إسرائيل نبي يعقوب إسرائيل يعقوب على نفسي نفسي سأكهره إسرائيل وهوية معنيس عربية عبد الله يا لقوة هالي لقدس وهوية سريانية أيا إسرائيل إلى هذا لكن حيكد أنت عبد الله وكلوه مركا إسرائيل بي عيسى يا هاي بالي يعقوب من اللقب كيسو سوى هاي بالي معايا إسراء وهوية الله هوية إسراء وعبد يعني إلهي عبد وهي عبد إلنا والله وكازا ليس إلهي عبد الله إتاسوك الله إلي إلا ما في مويان حرم أكهرم إسرائيل ونبي يعقوب على نفسي نفسي سأكهرم موية تو مركا سجيلة جيلة مركا سهيل كيسي يعني سيوني أصابوت على غورا أيا نبي الله يعقوب أيو إسكحر رمي وحانا أوه عمي بالي لما حسن له عرق النصى مركي أي قد عدالي لجيستان تعوذك ليلاده أيا وحاوي أيو إسكحر رمي بالي وهو أو كنا تري بالي إلهي هدو شاطيو إنو سنجير هيري في سيعانيس أو سنعنين جير هيري في سيعانيس أيانا وح أو عنو أجع لي بالي مركا سال عاتيا ليلي قلقا سأيو إسكحر رمي بالي عرق النصى دان وحاوي واحد او كعرر يا ليري بولد دمار سيا دحل هذا كعرر اي اما تعجرته او قفك وحاوي ارنت ان تكون عدنا اي عاجزة اي وحالا سيغا ليري حديث او صحيحة داوين تمركا سوى حاوي لداوين اي جيسان حديث هو اي لقول عرس ابن مالك تعالي جليل كهاي وحاوي عرس وحالا قولي وحالا كينا اي عيوض هاي او مركاسي وحاوي استوى نبي وكوري انا صوحة ونبي كوري عليه الصلاة والسلام ونبي قال خوري وحال لك هنا يا كبش كبش عربي كبش عربي هذا معناه وان اون ايال ولجي ذا اوه وانا الولجي ذا مركا وان قال لك هنا يا وان كاسال القورع يا وحال لك هذا يا بريدي سال الصوق هذا يا مركا سال جرجرا يا قل كاسا وحاوي ايال الشيلا يا فبعد مركي الشيلو ايال وحاوي سبا جيسا وحال الله قيدنا يا سد حال الله قيدنا يا بريدة سوى جيدة سد قيب الله إسلاعي قال لك عليك يا مركا قفك وحاوي وحو عبي يا هالي هل في جثبة سد حال الله قيب الله قيب مروا عبي يا أهولون عبي يا صباح دي أصدقوا وحكا لأن عنين وعن وفتي سقبة أيو عبي يا سد حال الله سد حال جيروك لعبامة سد حال الله قيدنا يا سد حال مركي الله قيبه هو وليبا اللي قبله جيو أيو مركا سوى هواي صباح لي أيو عليا أصوى مركا سوى حكلا أنا حنين ساسو كدى أولا يا قفك جيسان تقلا أنا في حولي لما زلت أصف ذلك لمن نزل به فشفي به أكثر من مئة نوضح أنا في حولي مركي نوضح عليه السلام ساسنا دهي وحان قلو دهي إلان ضبلا ضبيه أيام بالله بو دهي ووحا وي أرنها ضبلا نفس الميو دهي وعور ساسو كدى جي مركا وحا كوعا في مالو دهي dad boqol ka badan ayaa ku caasmaaday oo aanu ku dhawayna geesanta saamarkaas waxay ku dhacday nabi Ilaahay Yaquub
kolkaas ayuu ku nagray baa layidhi. Marka hadda hilibka waxa weeye geela hilibkiisa iyo caanihiisa ayuu wax walba ugu jeclay baa layidhi, axabulma'kuuli ilayhi ayuu ahay baa layidhi hilibkiisa, caanaha geelna waxay u ahaayeen baa layidhi axabulmashruubi ilayhi wuxuu cabo waxa maaragtay ugu jeclaa weye. Laakiin nadartaanoo kaleentood sharcigeenna waxba kama laasimayaan, maxaa yeele nadarka waxau ku laasimahaa layidhi wixii markaasi waxa waaye maa nudi baa layidhi, wa tarku maa dukira laysa manduubanaa layidhi, wax markaasi waxa weeye manduuba oo markaas ayuu ku laasimayaa, shaygan tarkigiisuna shay manduuba ma ahanaa layidhi oo sunna ah. Marka hadda asaga sharcigoodaa sida ahay mooyaane wax sidaas oo kaleentood annaga waxa weeye shaygaas tarkigiisa laga tegaayo, mar hadduu san manduub ahaynin sharcigeena waxba uga laasimi maayaa. Laakiin ujeeddada laga leeyahay hadalka yahuud in lagu beeniyaa weeye. Markaasuu dha ilaahay min qabli an tunazzala tawraatu, tawreed intaan lasoo dejin ka horow dha ilaahay, oo waxa weeye taxriimkaanu waa ka horreeyey, tawreed waa ka horreeyey. Wadalika bacda ibraahim weeye, min qabli an tunazzala tawraatu, tawreed intaan lasoo dejin ka horow dha ilaahay. Markaasna waxa weeye nabiyullaahi ibraahimne waa ka dambeeyey, hadda yacquub waa ka dambeeyey. walam takun calaa ahdii weye xaraaman weeye, ahdigii nabiyullaahi ibraahim xaalan ma uusan helin geela hilibkiisa iyo caanihiisa weye, si ay yahuudi sheegayaan. qul waxaa u tiraa hawdha ilaahay qolada sidaas dhahayso yahuudda ba'suu la kaalaya bitawreeti, tawreed la kaalaya, keena tawreed keena weeye, fadluhaa akhiya, si waxa weeye qowlkiina runtiisa idinkugu caddaaso iyo beentiisuba. fa'tuu la kaalaya bitawraati, tawreed la kaalaya, fadluhaa akhiya, in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya, haddaad run sheegaysaan keena tawreed akhriya oo ka soo saara in nabiyullaahi ibraahim geela hilibkiisa caaliisa ay xaaran ka ahayeen. marka sidaa markii layidhi way wareereen baa layidhi, tawreedna waa keeni waaye. sidaa markay dhacday qaala tacaalaa usoo qadaray ilaahay wuxuu yidhi, ilaa nimankaanu iftira ayay sameeyeen, faman ruuxii iftira abuurta una ilaahay cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuurta, min bacdi daalika una ilaahay kaas bacdigiisa markii xuja ay daahirtay oo ay caddaatay taxriimku, inamaa kaana min jihati yacquub, yacquub jahadiisa inuu ka ahaaday oo laa calaa ahdi ibraahim uusan ahaynin qofkii markaas bacdigeeda been abuurta una ilaahay, faman ruuxii iftira abuurta cala allahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuurta una ilaahay, min bacdi daalika xujadaasu markay daahirta bacdigeeda, fa ulaa'ika kuwaas una ilaahay man fiiha jamc noqoto weeye, humu daalimuuna waa kuwa daalimiinah una ilaahay, waa kuwa waxa weeye xaqa ka gudbay oo baadilka u gudbay, kuwaas weye una ilaahay. faman ruuxii iftira abuurta una ilaahay cala allahi ilaahay korkiisa alkadiba been ku abuurta una ilaahay, min bacdi daalika xujadaas daahiritaankeeda ka bacdi una ilaahay, fa ulaa'ika kuwaas una ilaahay humu daalimuuna waa kuwa daalimiina. qul waxaa tidhaahda haddana ilaahay subxaanahu watacaala saydka maxamedka ah waxaa tidhaahdaa, sadaqa allahu, allah waa ku run sheegay, ilaahay arrinkan waa ku run sheegay, fii haada ka jamiici maa akhbara bihi weeye, wax allahla waxau ka qabraba si ugu run sheegaayo ayaa middaana ilaahay subxaanahu watacaala ugu run sheegay. waxa waxa weeye markaas hilibkaas taxriimkiisu ahay inuu jihada yacquub u ahay oosan jihada nabiyullaahi ibraahim ahayn, taa ilaahay subxaanahu watacaala waa ku run sheegay. qul waxaa jira hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow, sadaqa allahu, allah waa ku run sheegay midkaan, ee fatabicuu raaca millata ibraahima, nebi ibraahim diintiisi raaca, allah tii anaa calayha weeye anigu aan ku suganahay. yahuud markaasaa lagu cudeynayaa, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fatabicuu raaca millata ibraahima, nebi ibraahim milladiisi raaca, diinta nabiyullaahi ibraahim oo anigu aan ku suganahay weeye, iyo jamiicu lmu'miniin weeye. marka hadda waxa weeye macnuhu ma ahan baa layidhi in rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam diinta hadda isaga lagu soo dejiyo kitaabka qur-aankaahu inuu yahay nafsu maaragtay sii lagu soo dejiyey nabiyullaahi ibraahim inay tahay maaha. laakiin hadda ka horna waanu soo marnay waxaa loola jeedaa waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo nabiyullaahi ibraahim suxufti lagu soo dejiyey ayaa aada iyo aada isu shabahay baa layidhi, xagga axkaamta furuucda ayay aada iyo aada isaga shabaheen baa layidhi, sida kutubta kale isu shabahaan, haile kutubta ilaahay oo dhan xagga usuusta waa isaga mid baa layidhi, cilmu tawxiidka waa isaga mid baa layidhi, laakiin furuucday ku kala duwanta. marka mar walba markaa qur-aanka saas ku arkayso waxa weeye waxaa loola jeedaa
نبي عليه الصلاة والسلام كتاب جيسة هي وحاد يأذي شبه سنبت نبي الله إبراهيم مرقى صورة إله سبحانه وتعالى فاتبعوه راعة ملة إبراهيم نبي إبراهيم الذي يسر راعة وعنوه أنقصه بنهي حنيفا حالا نهي حنيفا حالا ويسيء لما يوهي ما إلا عن كل دين الإسلام وهي حنيفا حالا ويسيء نبي إبراهيم وأديان بادراه لم أيوك إيسا وهو يسنى يزين فطورتا وما كان ما وصنها النبي إبراهيم مولى إلهي أده من المشركين كوى شريك إلهي كما وصنه وما كان ما وصنها من المشركين كوى شريك إلهي لك كما وصنها لكن هو حوية أدين كوى حياتي المشركين أياتي فرقم مال أفتها يسطان دينة النبي الله إبراهيم لما أسوي مال أسكي تسين مجل سوي فرق هذا رسول كان عليه السلام مرك أوليها وما كان من المشركين نبي الله إبراهيم المشركين تكملنا هين وحال غول هالي نبي عليه السلام وحو أسر بيضايا لمن كان أو يهودا إنا أيها المشركين أيهين إنا أيها المشركين أيهين أيها الله عبدينا اللي أسر بيضا ويوى اللي أسر بيضا يا غمو العبدينا هذا نوع حامارة يا الله عبدينا يا أن النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم نبي إبراهيم الذي سئله كنت بيها لكن أرنت أي تايتاه روس إيجيني من حيث السهولة وي حق السهلة ناكدة وهو أصول الدين كواء الصورة مدوية سراء عدينا يسير نبي الله إبراهيم أيها وحي إسكالها أيين حق السهولة أي آدي آد مارك يأوى غفتا مع ينبالي مركزا نبو عليه السلام عليها فاتبعوا ملة إبراهيم نبي إبراهيم الذي سراعة وأنوى عن قصة منها حنيفا حالا يسيئة مائلا عن كل دين الإسلام وي وما كان ما وصنع عن النبي إبراهيم من المشركين هو شريك غير مثل كميرة فالكواها هو عشر كان انت سيوك أجهل والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.